المنتخب الأول معانا منتخب نيجيريا اللي هو منتخب النسور الخضراء. طبعا منتخب نيجيريا أخذ البطولة 3 مرات، المرة الأولى سنة 80، المرة الثانية 94، المرة الثالثة 2013. اتأهلوا لكأس العالم 6 مرات، منتخب من المنتخبات برضو اللي هتبقى مرعبة في البطولة خاصة على المستوى الهجومي. أول حاجة معانا بيدربهم المدرب رور ألماني، معاهم بشكل مميز أو معاهم بقاله فترة، عنده 65 سنة يمكن، هو عنده 65 سنة، لعب كم مباراة تحت قيادته المنتخب نيجيريا؟ 28 مباراة. منتخب نيجيريا كسب 15، اتعادلوا 5 وخسروا 8. لعيبة نيجيريا جابوا 42 هدف، بمعدل كام كل 90 دقيقة؟ 1.5. الحلقة اللي فاتت كان منتخب السنغال كان 1.6، ده على فكرة أعلى رقمين يعني في المنتخبات، السنغال ونيجيريا بالنسبة للمستوى الهجومي. دخلت شباكو أهداف 26 في 28 مباراة، برضو رقم يعني يعتبر متوسط. الشباك النظيفة 10 مباريات من 28، رقم بيأكد برضو ان هم على المستوى الدفاعي عندهم قدرات نوعا ما جيدة. ده يمكن المدرب رور الألماني، ولعب معهم طبعا او دربهم في كاس العالم. تشكيلتهم المتوقعة هيلعبوا، هم بيلعبوا بالاربعة 2-3-1. في خلاف في حراسة المرمى، هل هيبدأ بالحارس أزوهو اللي هو بيلعب في الدوري الكبروسي، ولا دانيال أكيبي حارس كايزر تشيفز؟ يمكن دانيال أكيبي هو اللي بيلعب في الفترة الأخيرة، لكن أزوهو بقاله فترة ما بيلعبش، لكن أزوهو هو الحارس اللي لعب معاهم كأس العالم. الاثنين الارتكاز، الاثنين القلبين الدفاع، بالوجون بيلعب في برايتون الإنجليزي وده كان بيلعب في الدوري الألماني، ويليام إيكونج المساك الثاني بيلعب في أودينيزي الإيطالي، اثنين مساكين أقوية جدا. عبد الله شوهو الباك اليمين بيلعب في بورصة سبور التركي، الباك الشمال كولينز بيلعب في بادر بورن الألماني. الاثنين الارتكاز ويلفريد نديدي، وده على فكرة نتابعه ونركز معاه، أغلى لاعب في القيمة التسويقية في منتخب نيجيريا بيلعب في ليستر سيتي الإنجليزي، قيمته التسويقية قد إيه؟ 31 مليون يورو و500 ألف. 31 مليون يورو، لعيب ارتكاز، لعيب قطع كرات، ويلفريد نديدي من أعلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي قطعا للكرات، لاعب ارتكاز ليستر سيتي، جنبه إيتوبو بيلعب في ستوك سيتي، الفرقة اللي كان بيلعب فيها رمضان صبحي. إيتوبو من الناس اللي هي بتكمل لقدام، مفيش خلاف الاثنين دول لازم هيلعبوا في نيجيريا، الاثنين الارتكاز دول يعتبروا من أحسن لعيبة الارتكاز في أفريقيا، سواء ويلفريد نديدي لاعب ارتكاز ليستر سيتي اللي هو دي ام اف لاعب قطع كرات، وإيتوبي اللي هو بيكمل وعنده حتة الزيادة وبيلعب كإيتوبو بيلعب كبوكس تو بوكس. ممكن معاهم أوبي ميكي بيلعب في ميدلز برو الانجليزي. اوبي ميكيل ميستو ايه؟ ان هو اكتر لعيب عنده خبره او مشاركه دوليه، لعب كام مباراه؟ 79. فممكن يدخل جون اوبي ميكيل كلعيب صانع العاب قدام الاثنين الارتكاز، ويحول ايوبي اللي احنا كنا حاطينه في التشكيله كصانع العاب يحوله كجناح. مين الاثنين التانيين برضو الاجنحه المميزين؟ احمد موسى جناح النصر السعودي، جناح مميز جدا وكلنا عارفينه، جاب هذا اهداف في كاس العالم، مميز بالتسديد ولعيب سريع جدا. مين معهم كمان لعيب نحط عينينا عليه يا جماعه ونركز عليه بشكل مميز قوي، كل حلقه كده بنشاور على لعيب معين ان احنا نركز معاه في البطوله، هنري اونيكورو، لعيب جناح جلطة سراي التركي، رقم كام عنده كام؟ 22 سنه، 21 سنه بيلبس رقم 22 في التشكيله اهو، اللي هو بيلعب ناحيه الشمال اللي هو الجناح الشمال، هنري اونيكورو نركز معاه، لعيب مميز جدا جدا جدا. المهاجم ايجالو، وده يعتبر اخطر مهاجم حاليا في قاره افريقيا، مش انا اللي بقول كده، امال ايه اللي بيقول؟ ارقامه في التصفيات، هو هداف التصفيات في كاس الامم الافريقيه. هنبص على ارقام ابرز اللاعبين، هنبص نلاقي ايجالو قدامنا اهو بيلعب فين دلوقتي؟ بيلعب في شنغهاي الصيني. لعب كم مباراه معاهم؟ لعب 9 مباريات، احرز 7 اهداف. هنري انكورو اللي قلت لحضراتكم عليه نتابعه، رقم 11، عنده 21 سنه بس، بيلعب في جالطا سراي التركي. نركز في عدد اهدافه، لعيب صغير عنده 21 سنه، يمكن مش ناس كتير تركز معاه وتعرفه، جاب 14 هدف في الدوري التركي، 14 و5 اسيست، يعني ايه؟ يعني مساهم في 19 هدف في تركيا. اذا انت بتتكلم في لعيب ممكن يكون مفاجاه في كاس الامم الافريقيه. برضه في لعيب تاني، جناح تاني اسمه صامويل كالو، ده برضه من الاجنحه المميزه عندهم. ايجالو تحديدا، يعني عايز اتكلم تحديدا على ايجالو، يمكن احنا كمان هنشوف بعض اللقطات لايجالو. ليه ايجالو لعيب؟ ده اللي قدامنا على الشاشه، ده هنري اونوكورو،
اللي هو جناح جلطة سراي، بتفرجوا عليه لعيب مهاري قوي اللي هو قدامنا على الشاشة، بيلعب يمين ماشي شمال ماشي، نركز معاه لأنه هيبقى حاجة كبيرة جدا في المستقبل. هنري أونوكورو جناح نيجيريا، لعيب خطير جدا جدا جدا، بيلعب في جلطة سراي، مسجل 14 هدف وعامل 5 أسيست في 31 مشاركة في الدوري التركي، وعنده كام سنة؟ 21 سنة، اللي قدامنا على الشاشة ده صاحب الرقصة دي. لعيب سريع مهاري، لعيب تحب انت تتفرج عليه، وركزوا معاه في كاس الامم الافريقيه. يا سلام، يعني لعيب مهاري جدا، بص الحطه دي، بص التسقيطه، لعيب يعني بص التحرك بدون كوره، بص كسر مصيده التسلل، بص التسقيطه، لعيب تحب تتفرج عليه. هنري اونوكورو. اللعيب الثاني ده طبعا هدف برده ليه ثاني. اللعيب الثاني مين؟ ايجالو، اخطر لعيب في منتخب نيجيريا اللي هو قدامنا، عشان اللي بيلعب فين؟ في شنغهاي الصيني. ليه اخطر لعيب؟ هو هداف التصفيات، مسجل 7 اهداف الموسم ده في 9 مشاركات في الدوري الصيني. لعيب مهم جدا جدا، احنا بنتكلم قلنا منتخب نيجيريا مسجل كام جون في التصفيات؟ 14 هدف، تخيلوا ايجالو ده جايب كام جون؟ 7 اهداف من ال 14، يعني نص الاهداف بتاعت منتخب نيجيريا ايجالو ده اللي قدامنا على الشاشه هو اللي جايبهم، وصانع جون، يعني كام هدف؟ يعني مساهم في 8 اهداف من 14 لمنتخب نيجيريا بنسبه 57%. يعني اكتر من نص اهداف نيجيريا الراجل ده مساهم فيها اللي هو ايجالو ده. هدف اقول ده كان في مرمى ليبيا، يعني شوف التمرير، هم مميزين قوي بحته التمرير الطولي، وشوف التسديد ماشي اختراق، هم يعني منتخب قوي جدا. يمكن اول نقطه قوه معانا المنتخب نيجيريا ان هم منتخب لديه حلول هجوميه كثيره، منتخب عنده حلول هجوميه كثيره جدا، اختراق من العمق تلاقي، اختراق من الاطراف تلاقي، عرضيات من الجبهه اليسرى او عرضيات من الجبهه، كل حاجه، تسديدات من بره المنطقه، منتخب قوي جدا على المستوى الهجومي. عندهم برده مهاجم تاني غير ايجالو نركز معاه برده، اللي هو لاعب قدامنا اللي هو المهاجم طويل القامه اسمه اوناتشو، مهاجم ميتلاند الدنماركي، المهاجم اللي هو طويل القامه ده، واعتقد ان هيكون ليه دور مهم في بطوله كاس الامم الافريقيه. اللي هو اوناتشو بيلعب فين؟ بيلعب في ميتلاند الدنماركي. طوله كام؟ ده معدي المترين، احنا شفناه وطويل القامه، وده برده المهاجم البديل. يبقى احنا قلنا بعض الاوراق اللي ممكن يستخدمها زي صامويل كالو جناح بوردو الفرنسي، قلنا اوناتشو، قلنا جون اوبي ميكيل، قلنا في لسه كلام على حراسه المرمى في منتخب نيجيريا. ابرز نقطه قوه في منتخب نيجيريا هي ان هم عندهم حلول، هنشوف ازاي هم سجلوا الاهداف، ازاي سجل منتخب نيجيريا الاهداف، هنلاقي عندهم حلول كتير جدا. يمكن نبص اهو جايبين كام هدف؟ 14 هدف، منهم 4 اختراق من العمق، 4 عرضيات من الجبهتين، 3 ضربات جزاء، 3 تسديد من بره المنطقه. ايجالو لوحده جايب 7 اهداف، 7 اهداف من 14، منهم 3 ضربات جزاء واسيست، يعني مساهم في 8 اهداف بنسبه كام؟ 57%. اذا منتخب نيجيريا برضو دي نقط قوته زي ما احنا شايفينها على الشاشه، واتكلمنا على ابرز اللاعبين عندهم. في برضه توقيت احراز الاهداف يبين لك ابرز برضه نقطه قوه تاني عند منتخب نيجيريا، هتلاقي ان منتخب نيجيريا في الرسم البياني مسجل 4 اهداف من ال 14 في اول ربع ساعه اهو، اول او دي الحالات الفنيه الاول، ادي اهو ماشي 4 اهداف في اول ربع ساعه من عمر الشوط الاول، ادي اول حاجه قدامنا 4 اهداف بنسبه كام؟ 28 و57%. لو نفتكر المباراه الوديه ما بين مصر ونيجيريا اللي هي كانت من فتره من حوالي شهرين كده، كانوا سجلوا فينا الجون في مرمى جنش في اول دقيقه. اذا منتخب نيجيريا بينزل المباراه سخن، منتخب بدايته في اول ربع ساعه بيركزوا جدا بشكل مميز، اما باقي الفترات طبعا هم بيسجلوا لانهم منتخب على المستوى الهجومي، منتخب قوي جدا جدا على المستوى الهجومي. لو شفنا الحالات الفنيه، اول حاله فنيه معانا اهي، هنبص نلاقي ادي ده اللي معاه الكوره ايوبي صانع الالعاب، بيديله تمرير طولي اهو، بص حضراتكم اهو العلامه الحمراء دي اهي، ده هيديله تمرير طولي لايجالو. ايجالو مميز بكسر مصيده التسلل، ادي تمرير طولي اهو، اذا مميزين بحته التمرير الطولي في العمق، ده منتخب نيجيريا. الحاجه الثانيه اختراق من الاطراف، ادي اللي عليه الدايره ده احمد موسى، هيعمل عرضيه لايجالو المهاجم هيسجل هدف. اذا منتخب نيجيريا عنده حلول هجوميه كتيره جدا، سواء اختراق من العمق او اختراق من الاطراف، سواء من الجبهه اليمنى او من الجبهه اليسرى. طب هل منتخب نيجيريا ليه نقاط ضعف؟ اه طبعا ليه نقاط ضعف، هنتكلم فيه ليه. لانه داخل فيهم 6 اهداف في التصفيات، رقم كبير، 6 اهداف في منتخب زي بحجم نيجيريا رقم كبير. طب منهم 4 ايه؟ 4 كرات عرضيه،
منهم اثنين سقطت من يد حارس المرمى. إذن في مشكلة في حراسة المرمى عند منتخب نيجيريا، عشان كده مدرب نيجيريا بيفكر يلاعب الحارس الثاني اللي هو دانيال أكيبي اللي بدأ بيه في المباريات الودية، حارس كايزر تشيفز، وبرضه جه هدفين من هجمات مرتدة. إذن عايز تكسب منتخب نيجيريا قدامك حاجة من الاثنين، يا تلعب على الكرات العرضية من الأطراف، سواء بقى كرات عرضية من لعبة متحركة أو من لعبة ثابتة. ليه؟ لأن هم داخل فيهم أربع أهداف من كرات عرضية وعندهم حارس المرمى عنده مشكلة في الكرات العرضية، وممكن تدافع بشكل كويس وتلعب على الهجمات المرتدة. دي النقطة الثانية، توقيت استقبالهم للأهداف، هم مستقبلين ست أهداف متوزعين في آخر ربع ساعة في الشوط الأول أكتر فترة، من الدقيقة 30 للدقيقة 45، لكن الباقي بالتساوي. لكن أول ربع ساعة في الشوط الأول زي ما قلت لحضراتكم مش مستقبلين ولا هدف. إذن أول ربع ساعة لمنتخب نيجيريا في المباراة بيسجلوا فيها أهداف كتير جدا، الفترة الذهبية لتسجيل الأهداف والفترة الذهبية لعدم استقبال الأهداف لمنتخب نيجيريا، إذن بينزلوا فول باور. ده منتخب نيجيريا. يمكن احنا قلنا نقاط قوته زي ما اتكلمنا على جالو، اتكلمنا على احمد موسى، اتكلمنا على ايوبي، اتكلمنا قلنا اللاعب المفاجاه هنري نكورو، قلنا اوناتشو، قلنا صامويل كالو، قلنا عندهم اثنين ارتكاز قويين جدا ويلفريد نديدي، وممكن يبدا بجون اوبي ميكيل او ايتوبو، ممكن يحول جون اوبي ميكيل للاعب صانع العاب. منتخب قوي جدا جدا جدا، عنده بس مشكله في الكرات العرضيه والهجمات المرتده، وعنده مشكله في حراسه المرمى، والمدرب بدا يحاول يحلها بوجود دانيال اكيبي. ده يمكن منتخب نيجيريا، كان اول منتخب معانا في المجموعه الثانيه. طيب هنروح دلوقتي للمنتخب الثاني معانا في المجموعه وهو منتخب غينيا.